وللمزيد ينضم إلينا من القدس مراسل العربي عدنان جان. أهلا ومرحبا بك عدنان. إلى أي مدى تكشفت أسباب التأجيل وكذلك التفاصيل المتعلقة بمرحلة الإتمام؟ مرحبا أحمد. ربما هي خلافات اللحظات الأخيرة، والأسباب هي فنية وليست جوهرية بحسب ما يتم تداوله هنا في وسائل الإعلام الإسرائيلية، ويجري العمل على إنهاء هذه الاتفاقية في أسرع وقت ممكن، لا سيما بأن رئيس الموساد الإسرائيلي يتواجد في قطر ويبحث كل هذه التفاصيل من أجل إتمام الصفقة. ربما الخلافات تدور حول عدم وضع آلية واضحة لكيفية إطلاق سراح الأسرى لدى كلا الطرفين، وأيضا إسرائيل تقول بأنها لم تستلم حتى هذه اللحظة قائمة بأسماء الأسرى الذين سوف يتم إطلاق سراحهم. مسؤول كبير في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال بأن المسؤولين الإسرائيليين لم يصرحوا أبدا عن موعد بدء سريان وقف إطلاق النار أو استلام الأسرى الإسرائيليين. والتقارير والمعلومات التي تم تداولها حول أن يوم الخميس هو اليوم الأول لبدء وقف إطلاق النار قال بأنها تقارير إعلامية ولم تصدر عن أي جهات رسمية إسرائيلية، وأيضا أكد بأن الجانب الإسرائيلي لم يستلم القائمة المخصصة بأسماء الأسرى الذين سوف يتم إطلاق سراحهم، وذلك بخلاف ما تم تناوله في وسائل الإعلام الإسرائيلية التي أكدت عدة مرات بأن الجانب الإسرائيلي وبالتحديد رئيس الموساد الذي يتواجد في قطر تسلم القائمة المخصصة بأسماء الأسرى الذين سوف يتم إطلاق سراحهم. وبالتالي رسميا تقول إسرائيل بأنها لم تحدد موعد لبدء سريان هذه الهدنة واستلام الأسرى، والعمل جاري على حل الخلافات، وهي كما ذكرنا خلافات فنية وليست جوهرية، وبالإمكان خلال ربما هذا اليوم أن يتم التوصل إلى الصيغة النهائية حولها على أن يبدأ وقف إطلاق النار يوم الجمعة. وبعض وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن أن الساعة 7 من الصباح يوم الجمعة سوف يتم تنفيذ وقف إطلاق النار وتبدأ عملية استلام وتسليم الأسرى بين الطرفين. إذن اليوم الخميس العمليات القتالية للجيش الإسرائيلي سوف تتواصل، العدوان سوف يستمر على قطاع غزة بحسب ما صرح به مسؤول كبير، وقال بأنه في حال لم يكن هناك إطلاق لسراح الأسرى فلن يكون هناك وقف لإطلاق النار، بل سيكون هناك إطلاق نار على الجانب الإسرائيلي. هذا ما صرح به المسؤول الإسرائيلي لوسائل الإعلام.